السلام عليكم، نرحب بكم في الحدث الأسبوعي، وفيه مشاهدينا نحاول تسليط الضوء على بلوغ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 80 من عمره، في الوقت الذي كثر فيه الحديث مجددا عن وضعه الصحي وما إذا فعلا هو من يقود البلاد أم هناك من ينوب عنه. المال الفاسد وملفات الترشيح للانتخابات عنوان بارز نقرأه يوميا، فهل السلطة معنية بما يجري يا ترى؟ خاصة أن وزير العدل الطيب لوح لوح بمعاقبة من وصفوا بالراشين والمشبوهين والمتهمين باستعمال أموالهم في عملية الترشيح للتشريعيات المقبلة. نسجل أيضا عودة الحديث عن الإرهاب والإرهابيين، رغم أن السلطات ذكرت في غير ما مرة أنها خرجت من هذه المرحلة والأمن مستتب في الجزائر العميقة. نختم مشاهدينا بمحور ما سمي البلطجة الإعلامية بعد قرار الوزير حميد قرين وزير الاتصال الاكتفاء بخمس قنوات لا غير لتغطية الانتخابات المقبلة. فما هي أبعاد ودلالات هذا القرار، خاصة أن رئيس الحكومة بدوره صرح في السابق بأن حوالي 50 قناة مآلها الغلق لأنها غير قانونية، فما هي إذن معايير الاختيار لنوافذ إعلامية أجنبية دون أخرى؟ يواجه بوتفليقة عامه 80 في ظروف صحية استثنائية وصلت إلى حد تداولت فيه وسائل إعلام عديدة نبأ وفاته، وسط ضبابية تتعامل بها السلطة إزاء حقيقة وضعه الصحي. وتواجه معه الجزائر مستقبلا غامضا أراده لها الذين يراهنون على وضع بوتفليقة الصحي بعد 18 سنة من الحكم الانفرادي. ويعتقد الملاحظون أن الوضع الصعب الذي يميز هذه المرحلة تواجهه سلطة الأمر الواقع بتجاهل تام، وتمضي في تحضير كرنفال انتخابي لتشريعيات لا تستطيع جلب اهتمام الشارع ولا المواطن، ولا تمثل معبرا للأمان بالنظر للقوائم الانتخابية التي كشفت عنها الأحزاب وتبين أنها إعادة استنساخ لوجوه كانت المسؤولة المباشرة على تدني الوضع الاقتصادي والانهيار الكامل للقدرة الشرائية للمواطن. وتفتح السلطة وسط هذا اللغط الانتخابي الباب واسعا لتفسيرات مختلفة لما تشهده الجزائر من تصاعد للعمليات الإرهابية مع مواصلة الجيش عمليات وصفت بالنوعية في مكافحة الإرهاب. وانعكست الأوضاع السياسية المتردية على التفسيرات المبررة لعودة الحديث عن الملف الأمني، بحيث ربط الملاحظون بين التغطيات المكثفة للمتغيرات الأمنية بالمناسبة الانتخابية القادمة. أرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام لتسليط الضوء على غالبية أو أغلب هذه المحاور، محاور النقاش. ينضم إلينا الآن الأستاذ سفيان جلالي رئيس حزب جيل جديد. أستاذ سفيان، بعد أن نرحب بك، كثر الحديث مرة أخرى عن الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مواقع إخبارية أجنبية خصوصا تتحدث عن تدهور صحة الرئيس. اليوم السفير الجزائري لدى لبنان قال الرئيس في صحة جيدة وليس هنالك ما يبعث على القلق، لكن الخاسر أو المواطن الجزائري يبقى دائما يستقي هذه الأخبار من مواقع إخبارية أجنبية ولا يعرف بالضبط ما الذي يجري مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. متى ينتهي في رأيك هذا المسلسل الذي وصف بأنه مسلسل مكسيكي طويل الحلقات؟ مساء الخير سي عثمان، مساء الخير كل المشاهدين. نعم، في الحقيقة الجزائر تمر بمرحلة الآن طالت على الجزائريين. في الحقيقة مرض الرئيس هذا منذ على الأقل 2013، ولكن الكل نعرف أنه كان مريض منذ على الأقل 2005، ولكن منذ 2013 والرجل يعني غائب تماما عن الساحة السياسية، فرض على الجزائر. ونعرف أنه المرض اللي أصيب به مرض خطير جدا، وكل الإمكانيات والطاقة تاعه يعني ما بقاتش يقدر يوظفهم في خدمة البلاد. المشكل هو أنه يعني ناس حولوا عصابة تحكمت في السلطة والآن تتكلم باسمه هو وتأخذ القرارات، ومنذ حين يعني يقدموه صورة للرأي العام باش يقولوا باللي الرئيس دائما هنا، ولكن في الحقيقة يعني رئيس جمهورية غير رئيس تماما، ما عنده حتى صلاحيات، ما قادر يتحكم في اي شيء. الامور تمشي يعني حسب الناس اللي عندهم
يعني يحرك الامور خارج الدستور وخارج القانون، والجزائر في حاله تدهور يوما بعد يوم، كان البخر التيتانيك يعني تغرق والناس تلعب في الموسيقى، شيء عجيب، ولكن هذه هي حاله الجزائر. طيب، ولكن استاذ سفيان، هما في قرارة انفسهم وفي غير ما مره صرحوا بأن الجزائر دوله مؤسسات، ليست في حاجه لعبد العزيز بوتفليقه يحضر صباح مساء لدى المواطن الجزائري، والدليل انهم ماضون نحو اجراء انتخابات تشريعيه في شهر مايو المقبل، وبالتالي ماهوش ذاك المشكل الكبير في ظهور عبد العزيز بوتفليقه او عدم ظهوره. المشكل لو كان جات بلاد مؤسسات، مؤسسات لازم من يحركها، مؤسسات ما تتحركش وحدها، وفي النظام الدستوري الجزائري كل المفاتيح في يدين رئيس الجمهوريه، وهذا من يعني الاشياء اللي ننتقدها في الدستور الجزائري، لانه يعطي صلاحيات كبيره جدا لرئيس الجمهوريه ويصبح هو المحرك العام. ما راناش في نظام ملك مثلا، وين الملك يعطي صلاحيات تاعو للمخزن او للناس اللي حوله، والامور تمشي كما في القرون الوسطى. عندما يكون نظام جمهوري، رئاسة الجمهورية هي وظيفة، كما نشوفه في البلدان في العالم، البلدان الديمقراطية والبلدان المتقدمة، دائما الرئيس هو موظف ويعمل 8 أو 10 ساعات على الأقل في اليوم، باش ما نقولش 14 أو 16 ساعة، خاصة عندما البلاد تكون في أزمة كما الجزائر. فلازم يكون رجل عنده كل القدرات الجسدية تاعو والعقلية، ويكون ملتزم بكل صلاحيات، ويعمل يعني مطولا، ماهوش إنسان عاجز قاعد على كرسي متحرك وينتظر من يأتيه بالمأكولات ولا يعطيه يعالجوا، هذا غير واقعي تماما. وانا عندما نسمع بعض الجزائريين اللي هما عندهم مصالح يدافع على رئيس ويقول لك يقعد رئيسنا الى النهايه الى اخره، هادو الناس ما مش عايشين في القرن ال21، هما عايشين في الخيال تاع وقت هارون الرشيد، والرئيس هذا عنده المخزن وعنده الدراهم يوزع على الناس. هذا تفكير خارج الوضع الحقيقي. اليوم عندما رئيس مش قادر يعني يعمل ويأخذ القرار ويقرأ الملفات ويعالج المشاكل الكبرى، ماهوش رئيس. يعني يحبوا يديروا ربما كصورة فقط. ففي نهاية الأمر عودنا سقطنا في الوثنية، وعاد يرمي الجزائريين يتكلموا بدون أي بدون حياة كما في العامة. طيب، وصبح يعبدوا إنسان، يعني رانا أصبحنا في عبادة الأشخاص، وهذا شيء يعني يصدم الضمير. طيب، يبقى معنا أستاذ سفيان، نرحب بمشاهدينا الكرام بانضمام أستاذ كمال قمازي، أحد قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ من الجزائر عبر الهاتف. أستاذ كمال، ماذا نعلق في الوقت نفسه حول التصريحات التي أطلقت الأيام الأخيرة؟ ولد عباس أحدهم يقول أنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في صحة جيدة وليس هنالك مبعث قلق حول صحته، رغم أنه وصل 80 من عمره، وبالأحرى هكذا يقول كثير من السياسيين الحقوقيين، الأجدر إراحة الرئيس لأنه متعب فعلا، حتى إن لم يكن في حالة صحية خطيرة فالحال أنه متعب جدا، لكن مع ذلك ما تزال السلطة مصرة على أن بوتفليقة ليس مريضا مرضا شديدا، رغم ما تكتبه وسائل الإعلام الأجنبية بأن الرئيس تدهورت صحته فعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله وسلم. تحية لك الأستاذ عثمان، تحية لجميع المشاهدين لقناة المغاربية الكرام، تحية للضيوف الكرام. طبعا يعني كما تفضلتم يعني وضع الرئيس عادي، وخاصة لو قارناه بسنوات يعني 99 و2000 لما جاء الرئيس لأول مرة، كان لم يتوقف عن زيارة الدول، عن تفصيل الولايات، كان كثير الحركة، فالوضع الآن غير عادي يعني، سواء مقارنة بما كان عليه في البداية أو وضعه شيء.
أن بداية المرض يعني في 2013 لما ذهب إلى طبعا تغيرت الأمور، كانت الأمور غير عادية، كانت الآن يعني نزلت الوزارة واحد إلا نادرا يعني تقريبا 3 مرات أو على الأقل 4 في العام الواحد. لو قارناه بالدول الأخرى يعني كان وقت أسبوعيا يعني كل بداية أسبوع يخاطبون شعبهم، فالرئيس لا يخاطب الشعب الجزائري، لا يزال لا مفهوم يعني هناك قضايا خطيرة وكبيرة سواء في الجانب الأمني على الحدود أو حتى غياب الجزائر يعني في السياسة الدولية في كثير من المسائل، حتى قضية الانتخابات ما كيف أن النظام يهتم بالتدبير ولا قرار وجود للرئيس في هذا الموضوع، الغياب يعني واضح كما تفضلت الاستاذ عثمان النجمان والعباس وامثاله مستفيدين من هذا الوضع، يرون انها امر عادي يعني عادي جدا ما دام متنفذين ما دام يعني سيكون بالجهاد المهمه هم الذين يسيرون البلاد كما يشاءون، فبالنسبه لهم بالعكس يعني هناك من يذهب انه يمكن الرئيس ان حتى لعهد الخامسه يعني قادر في استشهاد هذا الوضع، وهذا في الحقيقه من جهه الشعب الجزائري. ولكن استاذ كمال يعني استاذ كمال هناك من علق حول مساله تصريح احمد يحيى رئيس ديوان الرئيس رئيس الجمهوريه ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي الايرلندي اختصارا، قال انه انا من وراء اصدار ذلك القرار الحد من الحريه حريه الشيخ علي بالحاج نائب رئيس جبهه سبيل الانقاذ والحد من تحركاته ابقائه في الجزائر العاصمه دون ما الذهاب الى الولايات الاخرى. كثيرون فوجئوا بهذا التصريح، كانوا يعتقدون بان حزب التفليقه هو من وراء هذا القرار. هل معنى هذا ان القرارات الاخرى ينطبق عليها نفس الإجراء بأنه ليس الرئيس هو من يتخذ القرارات في 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 الآونة الأخيرة، بل هناك من ينوب عنه؟ وأعطيتك مثال حول مسألة علي بن حاج. هذا جميل وشيء بشكل من عالية حتى يعني الشيخ بحاجة صلاة الجمعة منع من صلاة الجمعة ما راح صلى الجمعة وكثرت أقدامه يعني في الأسبوع الماضي الرجل يضايق يعني لما صرف الوثيقة أن الرئيس يعني بعد اجتماع بالرئيس يعني هو الذي أمر بالتضييق عليه، ولكن يظهر تبين من خلال تصريح يحيى أنه هو الذي يتحكم هو وغيره يعني في الحقيقة، وحتى يعني ياخذون صلاحيات السلطه القضائيه لان الرئيس اقسم على الدستور انه يحمي الحريات ويحمي حريات المواطنين وحقوقهم منها الحق في التنقل الحق في العباده وغيرها، فاذا به ان ياتي من يحل محل السلطه القضائيه ويحل محل الرئاسه ويحل محل يعني في البلاد أو التشريعية أو التنفيذية ويفعل ما يشاء، وهذا قلت هم يقولون أن الرئيس يعني راهو ملاح وقادر يسير وقادر يزيد حتى أول. طيب أخوانا أستاذ كمال أعود لك من جديد أستاذ سفيان، ماذا عن الذين يقارنون عبد العزيز بوتفليقة برؤساء آخرين؟ يطرحون مسألة روبرت موغابي رئيس زيمبابوي يقولوا أنه أكثر من 90 سنة، يتكلموا على كذلك روزفلت الرئيس الأمريكي الراحل، ولكن هؤلاء ربما نسوا بأنه زيمبابوي الرئيس موغابي الآن يمشي في الشوارع والأسواق والساحات والميادين، احتفى بعيد ميلاده أخيرا ويتحدث مع الشعب الزيمبابوي ويعقد الجلسات والاجتماعات مع الحكومة، كذلك بالنسبة لروزفلت. يقولوا لماذا أنتم تلومون بوتفليقة ولا تلومون هؤلاء اللي هم كبار في السن أيضا؟ الشق الثاني من سؤالي يدور حول القرارات التي اتخذت الأسابيع الأخيرة والأشهر الأخيرة، وأعطيت مثالا حول ذلك القرار الذي بواسطته تم تقييد حرية عبد الشيخ علي بالحاج وغيره. نعم، فيما يخص الشق الأول من السؤال في الحقيقة لا داعي لأي مقارنة. المشكل الأساسي هو هل رئيس عنده كل الطاقة نتاعو والإمكانيات باش يسير الدولة أم لا. ربما قضية السن تصبح ثانوية،
ممكن جدا انه رجل في سن الخمسين او الاربعين وما عندوش الطاقة، فلا لا 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 يليق بهذا يعني الوظيفة. ثم شفنا رؤساء اخرين ربما 80 ولا 85 سنة ولكن عندهم كل وعيهم. الان لماذا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لم يخاطب بالشعب منذ 12 ماي سنة 2012؟ نذكر هذه 5 سنين. هل هذا شيء معقول انه رئيس يسير وراء يعني الحائط مش وراء الحجاب؟ هذا غير معقول. هذا رجل حتى جزائري ما قدر يوصل ليه باش يشوف هل حقيقة هذا الرجل مازال يعقل الأشياء، هل يعرف الناس بالأسماء انتحهم أم لا، هل قادر يتحرك أم لا. كلنا يعني خرجنا من الأمور العقلانية. فإذا هذا ماهوش تماما حجج. كان من المفروض أنه الرجل يعاود يروح يقوموا به في المنزل ويتركوا هذه الوظيفة. لأن طيب نأتي الآن إلى الشق الثاني أستاذ سفيان، حول القرارات التي قيل نعم. بأنها تتخذ باسمه، قانون التقاعد، كثير من الإصلاحات، كثير من القرارات، هل فعلا الرئيس هو من وراءها؟ لا أبدا أبدا. شوف لي عنده شوية معرفة في الطب يفهم أنه رئيس بوتفليقة غير قادر تماما، 99% من الإمكانية تاعو فقدت. فكيفاش انت الجزائريين يعرفوا اللي عنده باباه كبير، اللي عنده جده، اللي عنده يصيبه تعبان، يعرف بلي ماهوش قادر يفكر، ماهوش قادر يقوم بالواجب. ما 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 يعني استهزاء بالجزائريين بهذه الطريقة. أما الآن ولا عندنا صورة باش نعبدوها ونخرج من الإسلام وندير المادة 2 تاع الدستور أنه نرجعوا للوثنية ونعبدوا الأصنام ونعبدوا، يعني هذا شيء آخر. هذا ولكن ما راناش في وقت تاع القرن 21 وين لازم ترفع التحديات واش كاين في العالم المنظور. غير 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 نقول تماما هذا استهزاء بالجزائر. طيب يقول أنا أستاذ سفيان، أعود لك أستاذ كمال، ما البعد والدلالات التي يمكن استساغتها من لقاء السبسي اليوم أو أمس طبعا رئيس التونسي بأنجيلا ميركل، اللي هي قيل لها بأنه لا تأتي إلى الجزائر لأن الرئيس ليس في وضع صحي مريح ولذلك من الأفضل تأجيل هذه الزيارة. البعض علقوا على أنه السبسي أكبر سنا من عبد العزيز بوتفليقة لكنه حاضر جسديا معنويا، يفكر يناقش يعقد الجلسات، لكن مع ذلك ليس هنالك حديث في تونس على وضعه الصحي. الحديث كل الحديث عن عبد العزيز بوتفليقة، حتى أن أنجيلا ميركل يعني قيل لها لا تذهبي لمقابلة هذا الرئيس لأنه الرئيس هذا مازال متعب جدا ويعطي صورة بأنه كأنك استقبلت استقبالا غير مريح ليس مناسبا لمنصب رئيسة ألمانيا أو مستشارة ألمانيا. بالنسبة من رئيس بوتفليقة يعني خاصة لما ذهب إلى فندقراط يعني وبقي شهور هناك يعني المرض واضح، وخاصة لما أقسم الدكتور يعني أقسم بمشقة يعني ولم يكن حتى الخطة يعني، وهذا كان في 2014 وما ذلك الآن يعني. فبالنسبة للتبسي ربما هو يظهر ويتكلم ويتجهد الشعب التونسي لكن مع الشعب الجزائري الامر اخر. تذكرت يعني مقابل يعني سوء يعني امثله هؤلاء الذين يمكثون يعني عشرات السنين في كرسي الحكم كما مقابل كما للاسف استاذ كمال قطاع مستمر في 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 في, في الخط الاتصال. ارجو من الاخوه اعاده الاتصال بالاستاذ كمال وريثما يتم تصليح الخط. اعود من جديد استاذ سفيان جلالي. الان ننتقل الى محور الارهاب. الجزائريون يقولون خلاص حسب السلطات بانه الارهاب هذه مرحله تجاوزناها الحمد لله، خرجنا منها مرحله التسعينات، صلى الله سبحانه وتعالى ان لا تعود البلاد الى هذه الفتره. لكن الاخبار هالايام كلها تنصب عن الارهاب، ألقى القبض قوة الأمن القتل القبض أو الجيش في البوليدة في قسنطينة في أضرار، يقولوا ألقينا أسلحة مضادة للطائرات صواريخ، كل هذا هذه الأيام هذه الأخيرة فقط. الناس تتساءل في الشارع الجزائري أستاذ سفيان، ما الأبعاد والدلالات
لهذه الأخبار. نعم، ولو سمحت لي برك سي عثمان نكمل قبيلة الأجوبة في فقرة قصيرة جدا. تفضل. سؤال: لماذا الجزائريين لهم حول الرئيس يبحثوا دائما عن الأمثلة السلبية والرديئة؟ لماذا يروحوا لموغابي ويروحوا لإيدي أمين دادا ويروحوا ما على باليش؟ على ما نروحوش نشوفوا الأمثلة كاميرون ولا كل اللي سيروا أوباما انتهى يعني له عهدتين مازال ما عندوش 60 سنة، فكافة من هذا التلاعب. أما قبيلة كذلك طرحت لي سؤال على قضية علي بالحاج ومنعه من الخروج من ولاية العاصمة، وسي أحمد يقول بأنه راه يطبق في قرارات الدولة وحتى إذا تناقض العدالة. إذن هذا صرح أنه الدولة والعدالة شيئين يعني مفترقين. العدالة هذه مش عدالة الدولة، العدالة في باب دولة في باب أخرى. هذا يعني سذاج الكلام هذا ومن وقاحة في الحقيقة. هذا الرجل يعني يتكلم بوقاحة كبيرة أمام الجريين. باش نعود نرجع للسؤال تاعك مباشرة وقضايا الإرهاب الآن، نظن أنه اللي راهم يروجوا لصحة الرئيس وهنالك كل يمشي على ما يرام وهنالك مؤسسات إلى آخره. في الحقيقة هذا الهروب إلى الأمام. عندما يتكلموا على الإرهاب يعني أنه هنالك مؤسسة دائما قائمة وتقوم بكل المسؤولية نتاعها إلى آخره، شيء جميل حقيقة. ولكن سفيان هم يتساءلون لماذا فقط أخبار الإرهاب تتكرر تتوالى عندما يقترب عرس من عرس السلطة. نعم. الانتخابات مثلا، هذا الذي شهدته الانتخابات السابقة أيضا. بالضبط بالضبط، والخطاب في 2014 كان كذلك. ايه؟ إما تقبلوا برئيس بوتفليقة وإلا تروحوا إلى الإرهاب. والآن يعني بدأت هذه النغمة من جديد، ربما تخويف للجزائريين. هنالك إرهاب، هنالك ضرب إصرار البلد، هنالك يد خارجية، هنالك فرنسا والمغرب هما اللي دخلوا في غردايا إلى آخره. باش سي أحمد ويحيى وأمثاله يقولوا لنا إما تقبلوا بنا إحنا نحكموا وإلا إحنا نخلقوا لكم الإرهاب، لأن في نهاية الأمر هما بذاتهم اللي راهم يعني يخوفوا في الجزائريين، وهما اللي يحاولوا يعني يعطيوا التفكير للجزائريين أن هنالك بقايا إرهاب قوية وضرب استقرار إلى آخره. ولكن هما قالوا أنه خلصنا منه. أحمد ويحيى قال ما نقوم به الآن هو محاربة بقايا الإرهاب. هذا الكلام قالوا منذ 4 سنوات أو 5. يا ترى الجزائر ما تزال الآن تحارب في بقايا الإرهاب في 5 سنوات؟ جيش كامل في منطقة صغيرة المساحة، بعدين تشوف 4 إرهابيين لهذه الدرجة، باقي الإرهاب قوي ومازال حاضر في السنوات كلها. نذكر أنه أكثر من 20 سنة من السابق في 98 السي أحمد ويحيى كان وزير أول رئيس حكومة آنذاك، وكان يقول بالضبط بقايا الإرهاب، كما كان في ذاك الوقت يعني ردوا له بقايا العمال وبقايا اقتصاد إلى آخره. فهذا المفهوم أو الخطاب نتاعو منذ أكثر من 20 سنة وهما دائما بقايا. اليوم رانا كاين بقايا دولة وبقايا رئيس وبقايا حكومة وبقايا أفلان. ما يعني هما هذا هو النتيجة اللي وصلنا لها، أنه بقات بقايا بلد كبير عظيم كالجزائر. واليوم للتذكير، اليوم في 4 مارس كان عيد استشهاد العربي بن مهيدي، كبير العربي بن مهيدي، ولا واحد هنالك يعني باش يعني للشرف. حتى وزير المجاهدين، وزير المجاهدين راه يجري مور المقعد في الانتخابات ونسى المهمة نتاعو إحياء ذكرى الثورة العظيمة مع الشهداء. ولكن احنا عارفين سمحوا في جماجم الشهداء في فرنسا وقال لك خليهم عندهم، وهذا كلام يحيى. وهذا هو يعني الان الحكومه الجزائريه تجيب لنا يعني اولاد بنغانا اللي كانوا يقتلوا في الجزائريين وصبحوا يديروا لهم الاشهار. هذه هي بوتفليقه. طيب الان نفتح محور الانتخابات، وهو شغل شاغل بالنسبه للسلطات، عرس لابد أن ينجح هذا العرس، عرس انتخابي هكذا تطبل له وتعزف له المزامير هكذا يقولون في الجزائر.
رغم أنه الساحة الاجتماعية أو الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن. اليوم سمعت أنه في مدينة الأغواط تظاهرات واعتصامات بين كذلك رشق بالحجارة بين الشرطة والمواطنين بحجة السكنات الاجتماعية لم تتوفر بعد وما إلى ذلك ما قيل عن الأغواط يقال عن مدن أخرى، لكن السلطة ما تزال تصر أنه لا بد من تنظيم هذه الانتخابات. ثم نسمع أيضا عن المال الفاسد، التسابق نحو الترشيح في قوائم الترشيح في الهيراندي خصوصا ولايات في الجزائر العميقة. ماذا نعلق على كل هذه المحاور والفقط الهدف هو الانتخابات؟ مهما كانت الظروف لا بد من إجراء هذه الانتخابات. هذا كله الملامح يعني الظاهرة اللي كنا ننتظر فيها. في 2014 قلنا أنه هذا النظام راح يؤدي البلاد إلى فوضى عارمة، واليوم رانا دخلنا في هذا الفوضى العارمة، ولكن الناس هادو كما يقول لك معزول وطارت. يعني احنا باقيين مهما كان الأمر، ويجوزوا يمروا بالقوة على بالهم أنه إنجاح ما بين قوسين الانتخابات التشريعية هذه مهم جدا لمواصلة التحكم في السلطة. وهنا بيت القصيد، يعني عندما نشوفوا أنه عندما الحق للنقطة الحرجة والحساسة والمصيرية، الإخوان اللي كانوا في المعارضة غيروا الاتجاه وراحوا يساندوا يعني السلطة باش يعطوها الشرعية من خلال الانتخابات، وتركوا الموقف الصامد أمام السلطة اللي كان ممكن جدا أن نصل إلى يعني إرغامها إلى التوجه إلى تفاوض حقيقي. لو كان يعني حساب سياسي اليوم راهي تجري وراء مقاعد، وكان قعدنا على موقف واحد وموحد، أنا أقول لك لو كان اليوم كانت الحكومة الجزائرية جي تطلب يعني التفاوض و... نعم انقطع الاتصال أستاذ سفيان. أعتقد الخط الآن صار جاهزا واضحا مع الأخوان كمال. أستاذ كمال القمازي أحد قيادي الجبهة السلمية القادة، انقطع الاتصال أستاذ كمال وأنت لم تكمل الفكرة حول ما يروج عن الإرهاب الأيام الأخيرة والإرهابيين واكتشاف مخابئ وأسلحة وما إلى ذلك. ماذا يراد من إثارة هذه الأخبار في قسنطينة، البليدة، أضرار وغيرها؟ نعم في الحقيقة يعني هذه الأخبار يعني عادة كلما تكثر كلما كان هناك استحقاق انتخابي، وأنتم يعني في المغاربية كنتم تبثون تسجيل الأستاذ عبد الحميد مهري عليه رحمة الله لما يتكلم عن الوضع الأمني قبل الانتخابات والوضع الأمني أثناء الانتخابات والوضع الأمني بعدها يعني. في الحقيقة هذا الوضع في تقديرنا أنه يعني بعد وقت المسار الانتخابي وبداية المسار الدوامة التي دخلت فيها الجزائر، كان النظام هو المستفيد بالحقيقة المستفيد الأول من تدهور الوضع الأمني، وكان يقدم نفسه على أنه هو الذي يحمي الشعب الجزائري وهو المنصب للشعب الجزائري وهو الذي يعني لولا وجوده لا تدهورت يعني أحوال الجزائر. ففي الحقيقة هذا الخطاب يتكرر خاصة كل ما تقرب بالاستحقاقات الانتخابية. يعني رأينا في الشارع الجزائري نجد ان عامة الناس ترفض العودة الى الاوضاع التي كانت يعني في المتدهور يعني في الفعاليات، ولكن من جهة اخرى عامة الناس غير مهتمة بالانتخابات لانها ترى ان الانتخابات هذه لا تعني الا النظام، هو يريد ان يجدد عودة جديدة لجماعة تمرر له القوانين وترفع ايديها كلما قدمت الحكومة يعني قانون جديد، ووثق أن عامة الشعب فيهمها العمل مشغلة بغلاء الأسعار الغلاء الفاحش بالبطالة بالأوضاع الاجتماعية المتردية. يعني هناك هموم كثيرة يعني هموم سلمية وغيرها التي يعاني من الشعب الجزائري بالنسبة إليه هي همه الأول والوحيد، أن الانتخابات هي لا تعني إلا النظام الذي يجدد مرة أخرى بنفس الوزير. ورأينا القوائم نرى أن أغلبها يعني من الذين يعني أصحاب الأموال وأصحاب الشكارة الذين يعودون مرة أخرى ليكرروا ويستنسخوا نفس المجلس الذي كان من قبل. طيب أستاذ كمال، ما رأيك في الذي يقول أنه بالحديث عن الإرهاب والإرهابيين
واكتشاف المخابئ والعثور على الأسلحة في أماكن عدة في الجزائر العميقة خصوصا، يراد بهذا الحديث كله تذكير الجزائريين بالوضع الذي تعيشه كل من ليبيا، اليمن، سوريا خصوصا، حتى لا يفكر الجزائريون في ما لا تريده السلطة أو فيما تريده السلطة فقط، بمعنى أنه لا بد من مرحلة الانتخابات، لا بد من التمسك بخيارات السلطة ومناهجها وغيرها. نعم، هذا الحق، هذا ليس تلميح فقط، ليس يعني مش فقط الشعب يعني يترك له الاستنتاج، وانما هم قالوها صراحه كثير من التصريحات، سواء تصريحات يحيى ولا العباس ولا غيره، يعني من يقولون انه الجزائر راهي بخير، والجزائر الجزائر للانتخابات، والا سوف يعني تدمر الجزائر وتصبح مثل سوريا ومثل ليبيا ومثل اليمن، فان تستمر في الرداءة، تستمر في هذا الوضع، يعني يبقى النظام متحكم فيكم، لا تعطى الكلمة للشعب، ولكن الذي نراه هو أن الشعب الجزائري لابد أن يستعيد حريته، لابد أن في يوم من الأيام يكون له مجلس يعني منتخب، مجالس سواء شرعية أو مجالس محلية أو مختلف المؤسسات، لابد أن تعود إلى الشعب، يختار البرامج، يختار الرجال ويختار مستقبله، لماذا لا يكون مثل الشعوب المعمورة، كيف الانتخابات رأي في فرنسا، الانتخابات رأي في أوروبا، في أمريكا، رغم أن الرئيس الأمريكي قيل فيه ما قيل، ورغم أن الشعب الأمريكي يخرج يوميا، ولكن مع ذلك لم أعطيت الكلمة للشعب الأمريكي، وبقي محافظين على استمرار المسار الانتخابي. نفس الشيء بالنسبة لبريطانيا، رغم أن البريكس كانت كثير من البريطانيين ضده، ولكن مع ذلك احترموا خيار الشعب البريطاني وهم ماذون فيه ولا يتغيرون عنه. طيب، يبقى معنا أستاذ كمال، سأعود إليك الآن ورحب بشأن الكرام من ضمن أستاذ موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية وأحد المرشحين الرئاسيين السابق في الانتخابات الرئاسية السابقة. أستاذ موسى تواتي، أريد رأيك حول ما يروج الأيام الأخيرة عن قوائم الترشيح، ضمنها كثير من أصحاب الجاه والمال الفاسد خصوصا في بعض الأحزاب، بمعنى السعي وراء الظفر بهذا المنصب في قوائم الترشيح لدخول البرلمان. يبدو أن قطع الاتصال مرة أخرى، نأسف و نعتذر للمشاهدين حول هذه الانقطاعات المتكرره. اعود من جديد استاذ سفيان، اريد رايك استاذ سفيان حول هذه المساله، خاصه انه كان معنا لم نستطع اشراكه اليوم بصعوبه الاتصال، استاذ محسن بالعباس رئيس تجمع جنود الثقافه والديمقراطيه، قال انه لا خيار لدينا يا استاذ سفيان، ولذلك نحن مقبلون على المشاركه، هكذا قال، ليس لدينا هنالك خيار اخر، المقاطعه ما عادش تفيد، ولذلك ذهبنا الى الانتخابات رغم ما تسمعونه عن المال والشكارة وغيره. كيفاش لا خيار؟ يعني نربط المصير نتاعنا بالفساد؟ انا نقبل نخرج من الساحة السياسية. لماذا نحن يعني نناضل من اجل تغيير، وقلنا تغيير نظام، لان النظام الحالي تجاوزه يعني مدة الصلاحية نتاعو، راه بيريمي وفاسد، يعني كما المأكولات اللي فسدت غملت، دونك لازم تروح. واش داني نشارك انا في اطار هذا النظام؟ اما يعني نقبل بهذا النظام وندخل فيه، ومن حقه اللي حاب يديرها، ولكن ما يجيش بغطاء انه عنده اراده للتغيير وللتجديد وللديمقراطيه وبناء دوله القانون، ثم مباشره يروح ينغمس في هذا فساد النظام. فحتى بعض الاخوان، انا ما قلتش كل حساب ولا المترشحين هما فاسدين، لا ابدا، ولكن المشكل هما انه يشارك في النظام اللي هو اصلا، وهذا يطرح استعده. انا قلتها ومسؤول على كلامي، انا افضل الانسحاب من السياسه الرسميه على الاقل، ولا ندخل في لعبه فاسده في الاصل. واضح استاذ سفيان، سأعود إليك. عاد إلينا من جديد استاذ موسى تواتي، من جديد رئيس الجبهة الوطنية الجزائر. استاذ موسى تواتي، قبل أن ينقطع الاتصال كنت أسأل عن العملية الانتخابية برمتها، وعما يروج من مال فاسد وتنافس غير شريف هكذا يقولون في قوائم الترشيح من أجل الظفر بهذا المنصب، منصب البرلمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعتقد بأن هي أسوأ محطة من محطات الانتخابات في الجزائر، ولا سيما بعد اليوم أننا نشاهد أن كل المترشحين الأحرار أو حتى الذين ينتمون لأحزاب سياسية من الفضائح التي تضرب في كثير من الأحزاب السياسية بالمراوغة والتلاعب بالمال وشراء المناصب فهذا يعني أن هناك مشكل عويص، وأن هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بهذه العملية هم يريدون أن يشوهوا المشهد الانتخابي في الجزائر، ويجعلون من الانتخابات هي انتخابات مال، وأن هناك طبقة تتحكم وتشتري ذمم الناس وتتحكم في، وهذا من أجل الوصول إلى السلطة، من أجل الكسب وليس من أجل الخدمة، لا خدمة الوطن ولا خدمة الشعب الجزائري. طيب وما دور السلطات أستاذ موسى؟ قد يسأل المشاهد يقول إذا ما دور السلطات الآن؟ الطيب لوح وزير العدل قال القانون سيكون بالمرصاد لكل هؤلاء المشبوهين، هؤلاء الفاسدين والمرتشين. أظن نحن نعتقد بأن لابد أن يكون هناك شاكي، ولا يبد أن يكون هناك، فهذا إذا كان السيد وزير العدل يقول هذا الكلام، أو لابد أن تكون هناك ميكانيزمات وآليات لإثبات هذه، لفتح المجال لفتح تحقيقات حول طريقة التلاعب بهذا الألفاظ، لأن المواطن الجزائري ليست له قدرة على رفع الدعاوي وعلى تحريك هذه الدعاوي أمام الهيئات القضائية. فنحن نقول قبل أن نقول لا يمكن أن نتلاعب، ما هي الإجراءات وما هي سلطة المواطن الجزائري والشعب الجزائري في تحريك هذه الدعوة ضد هؤلاء الأشخاص؟ نحن نعرف بأن هناك عدة تجاوزات وعدة مخالفات، ولكن كيف يمكن أن نصلح هذا عن طريق تحريك أو إعطاء الحرية أو الحق للمدعي العام أو للوكيل الجمهورية بتحريك دعوة قضائية بناء على تبليغ أو بناء على إشارة بهذا الشأن؟ فلا يمكن لأي مواطن أن يأتي بهذه الأدلة وهذه الإثباتات إلا أو حزب، بل هي الهيئات القضائية والهيئات الأمنية. فما هي هذا إذا عند ما أتقدم أمام هيئة أمنية لأرفع دعوة قضائية أو لأبلغ عن تجاوز أو كذا، لا يؤخذ بعين الاعتبار هذا، ولا يمكن للتحقيق في هذا المجال، لأن رجل الأمن هو مقيد بتصريحات ومقيد بفتح تحقيق والذهاب إلى أبعد نقطة. ما هذا مشكل هو بمعنى أستاذ موسى، أفهم من هذا أنه كلام وتصريحات الطيب لوح هي من أجل استهلاك العموم لا غير، طالما أنه ليس هنالك تحقيق شفاف فيما يروج فيما يكتب في وسائل الإعلام، ولا لجنة دربال في الحديث أو في إجراء تحقيقات عن هذه الترشيحات وعن إدخال المال الفاسد وغيره؟ أظن هو اليوم صبح القضية أصبحت قضية معروفة لدى العام والخاص في الجزائر، وأن لا كما يقول المثل الجزائري لا دخان بدون نار. ما دام أن المواطن يقول هذا، وما دام المواطن الجزائري أصبح لا يهمه الانتخابات، فما يهمه هو أنه ما تعطيه، لأنه تعلم وتكون وأصبح داري وعارف بأن من ينتخب منهم قالوا إذا أدت المجالس كانت المحلية أو الوطنية لا يفكر أبدا في قضايا الشعب، بل يفكر في مصلحته ومصلحة حاشيته فقط، وهو عبارة على موظف لدى الهيئة الإدارية بدل من يكون من منتدب من طرف الشعب لخدمته ولخدمة مصالحه. فهذا يعني أن هذا القضية لابد أن نفصل بين ذا وذاك، ولابد أن نجعل من المنتخب هو تحت رحمة ناخبيه وليس تحت رحمة الهيئة الإدارية، هي التي تراقبه وهي التي تخفف عنه الأعباء وتخدم به كما تشاء وكما تريد.
طيب ما موقف الجبهة الوطنية التي ترأسونها أستاذ موسى، الجبهة الوطنية الجزائرية، من الانتخابات؟ هل ستشارك فيها أم ستقاطعها أم ستنتخب بورقة بيضاء؟ كيف موقف الجبهة؟ أظن الجبهة الوطنية الجزائرية كانت السباقة في كثير من المحطات وطلبت إن العزوف والبقاء في الشوارع مملوءة، فهذا يعني أن هذا يسهل التزوير ويسهل عدم ولا يعبر على عدم رضا الشعب بعدم، بل هو يقول بأنني استقلت حقوقي المدنية وليس ولا أكثر. لهذا نحن في الأفنة قلنا بصريح العبارة من يقاطع عليه أن يمكث في بيته ولا يخرج للشارع مدة الانتخابات، وهذا تعبير حقيقي على رفضه لهذه الانتخابات، وإلا فإذا خرج وقام بنزهات في شوارع المدن وفي أمام المكاتب التصويت، فهذا يعني أنه غير مهتم، ولا يمكن للدولة أن تقف بهذه العملية، يا إما يذهب للانتخاب بورقة بيضاء يا إما يمكث في بيته طيلة الثمان ساعات التي تدور فيها الانتخابات. وهنا نقول بأن هناك الشعب أصبح واعي بأنه لا بد أن يغير الوضع ويغير نمط النظام، وهذا ما اليوم هو مطالب به الشعب. أما بالنسبة للجبهة الوطنية الجزائرية نقول أن بدل من نبقى في الشوارع ندور، فعلينا أن نذهب إلى الانتخابات ونضع ورقة بيضاء، أو واضح. على الأقل إذ لم نجد قائمة التي أو أشخاص الذين نأمل فيهم الخير أننا ننتخبهم، فهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن نبادر به. واضح أستاذ موسى، شكرا جزيلا أستاذ موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية. أعود لك أستاذ كمال، ما رأيك في هذا الرأي؟ نحن منفتحون على جميع الآراء وجهات النظر والأفكار. أستاذ موسى تواتي يقول سياسة الكرسي الشاغر صارت لا تنفع اليوم، لابد من الذهاب لصناديق الاقتراع، لابد من اختيار من تتوفر فيهم شروط هذا المنصب، منصب البرلماني، وقال أنه الاكتفاء بالتجوال بعيد عن الانتخابات ليس بالرأي السديد. ما رأيك؟ نعم، بالحق هذا رأي، يعني هناك من يشاركه فيه وهناك من يخالفه. أيوة. لكن هذا نقدر نأخذ منه شيء، وهو أنه اعتراف يعني يظني بأن الانتخابات هذه تتسرع ولتتنزيع، يعني وليس الوحيد، يعني حتى كثير من الذين شاركوا، نحن رأينا آراء كثير من الأحزاب ومواقفها، أن حتى المشاركة هي تقول الانتخابات يعني ليست حرة وليست نزيهة، ولكن كل واحد يعني من أي باب يعني يدخل هذه الانتخابات. رأينا حتى موقف الار تي في قال نذهب حتى نكون شهود يعني عن التزوير أو نحاول التقليل منه. في الحقيقة يعني هناك اعتراف عام بأن هذه الانتخابات متشرعة ولتنزيهة، حتى النظام لما أوقف المسار الانتخابي لأن في عهد الشادي بن جبير كانت هناك إرادة سياسية بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وأعطى الأوامر أن لا يمس بالعملية الانتخابية وكان ذلك، لكن النظام الآن له إرادة التزوير، وحتى هذه الميزان والهيئات التي يقال أنها تراقب الانتخابات هي في الحقيقة لو رأينا في دول كثيرة ليست لها ميزان لمراقبة الانتخابات، لأن المؤسسات تقوم بدورها بشكل تلقائي، يعني إذا كان هناك تزوير الإعلام يفضح التزوير كما نرى في فرنسا يوميا الفضائح، لأن الإعلام حر ولأن القضاء مستقل يتحرك تلقائيا كلما كانت هناك يعني نفاس بالمسألة الانتخابية أو هناك فساد أو غير ذلك. وهذه الهيئات المراقبة حتى هنا في الجزائر يؤتى كذلك بمراقبين بين قوسين من شهود بور من الاتحاد الإفريقي أو من جامعة الدول العربية، وهذا في الحقيقة هو إمعان في أن هذه العملية ليست يعني ليست هناك إرادة سياسية في أن تكون حرة ونزيهة، والنظام جعل الأحزاب بين موقفين أحلاهما مر، يعني الذي يقول هي انتخابات مزورة نذهب حتى لا يزور النظام لوحده ونكون شهود، وهناك
الرأي الغالب هو رأي الشعب الجزائري الغالب. في السنوات الأخيرة هناك عزوف، يعني كلما تأتي انتخابات نراه يزيد في العزوف ويزيد في الابتعاد عن المشاركة في العملية الانتخابية، وخاصة هذا العام مع الضغط الاجتماعي ومع سياسة التقشف وعلاء الأسعار والبطالة والأوضاع المتربية بصفة عامة تجعل الشعب الجزائري له اهتمامات أخرى وله يعني مشاغل أخرى بدل من تزكية مسار يريده النظام حتى يزيد النفس الآخر ويزيد إطالة في عمر النظام. طيب يبقى أنا أستاذ كمال أعودك من جيسة سفيان ونفتح معك محور الإعلام. قرار حميد غرين وزير الاتصال في منذ حوالي 4 أيام قال أنه 5 قنوات فقط هي المشرفة أو هي التي ستقوم بتغطية العملية الانتخابية برمتها، عكس باقي القنوات الأخرى، عكس القنوات الخاصة اللي هي معروفة لها حوالي 50 قناة. معنى هذا كلام سلال من قبله حول أن هذه القنوات غير قانونية، طالما هي ليست معتمدة مالوش ميزان اليوم كأنه يناقض نفسه. صاروا فيها 5 قنوات تغطي الانتخابات وباقي القنوات تنشط عادي لكن فقط ليست معنية بالانتخابات. ماذا نعلق على هذا القرار؟ نعم، في الحقيقة في الجزائر ما كانش 5 قنوات معتمدة، لأن هنالك 5 مكاتب لقنوات أجنبية لتشغل في الجزائر بطريقة يعني معتمدة، فالمكاتب كقنوات أجنبية. السؤال لماذا منذ 2012 عندما المجلس الشعبي آنذاك صوت على قانون السمع البصري ليست هنالك أي قناة رسمية جزائرية لاعتمدت من طرف السلطة؟ فهذا القانون في 2012 جاء في سياق الربيع العربي والتخوف من النظام، كان تخوف كبير، ففتحوا نسبيا المجال الإعلامي كما فتحوا نسبيا كذلك المجال السياسي، ولكن سرعان ما عودوا تراجعوا على هذا الانفتاح ولم يعطوا يعني كل الإمكانيات القانونية للأحزاب وللقنوات باش تنشط بطريقة طبيعية. فاليوم النظام اعتمد 5 مكاتب لقنوات ليقدر يتحكم فيها مباشرة. وهذا سفيان حسب هذا القرار، أنتوا حسب القرار أستاذ سفيان لا يمكن لكم أن تتحدثوا مع جمهوركم، مع مناضليكم، مع الشعب الجزائري من أنه الانتخابات ليست ذات جدوى وإنما فقط الكلمة مفتوحة لمن؟ للذين يشاركون في الانتخابات. بالضبط. هذا الذي يفهم القرار. بالضبط، لأن الآن السلطة هي اللي تتحكم في هذه القنوات وتعطيهم التعليمات وتقول لهم من له الحق باش يتكلم ومن لا ليست له الحق بالتكلم. فاليوم القنوات الوحيدة اللي تفتح يعني الإمكانيات والساحة للخطاب مع المواطن هي قنوات المغربية، فنحن لم نتدخل إلا في المغربية الآن، وكل القنوات الأخرى مرتبطة يعني الوجود انتها مرتبط بإرادة النظام، فيغلق عليها إمكانية الإشهار و يقدر يعني يغلقها تماما كما قام مع عدد كبير من القنوات في السابق. بمعنى هي تبقى دائما في أيدي السلطة هذه القنوات رغم أنه يقال عنها بأن قنوات إعلامية حرة. ماذا يعني لما سلل لما يقول هذه القنوات يا جماعة ليست قانونية، ليست معتمدة، لابد أن نتخلص منها؟ هذا الكلام قيل منذ عام لما أسسوا لجنة السمع البصري أيام هذا اللي توفى عنده شي 3 أيام و4 ميلو شرفي. أيوة رحمة الله عليه. ثم جاءت اللجنة من جديد وعاود رجع نفس الكلام، ها هم الآن يقولون فقط نريد 5، أما القنوات الأخرى لابد أن تنشط لكن لا تتحدث عن الانتخابات. نعم، يعطيه في الحقيقة للأقارب نتاعهم، دائما القانون في الجزائر بمكيالين، يعني للأقارب والأحباب واللي تساند السلطة نعطوها الإمكانيات، أما كل من له رغبة في حرية نمنعه. ففي الحقيقة ما همش قنوات حرة ولكن قنوات خاصة يعني برأس مال خاص، حتى ولا منبع هذه الأموال يبقى تحت علامة استفهام، كيف الناس قدروا يجمعوا الملايير من الأموال باش يقولوا هذه القنوات؟ على كل حال يعني حتى ولا كانت عندهم رغبة في مهنية في فتح المجال
جديد الى اخره، ولكن تحت الرقابه الصارمه والدقيقه. وكان يفتحوا الى 20 او 50 قناه خاصه، ربما العديد منهم يقدر يخرج من الطريق المحدد من طرف السلطه. فسي سلال والحكومه وكل الاخرين يخدموا الا بمنطق الاحادي يعني اللي يتحكموا فيه، ما يخليوش الاخبار تخرج لان متخوفين من الحقيقه. وهو كذلك استاذ سفيان، سنعود اكيد في الايام المقبله اذا بقينا من الحياه طبعا للحديث عن الانتخابات، الحديث عن محاور عده اجتماعيه سياسيه واقتصاديه. اشكرك جزيل الشكر استاذ سفيان جليل رئيس حزب جيل الجديد. اعود اليك استاذ كمال، استاذ كمال قماز احد قيادي جبهه سمين قاذ. كيف ترى السيناريو المرتقب الان استاذ كمال؟ الوضع الصحي للرئيس مثل ما تتداوله مواقع عديده، الحديث ايضا عن الجبهه الاجتماعيه وغليانها، الكثير الحديث ايضا عن النقابات المستقله وتريد تصعيد احتجاجها عبر مدينتي بجايه وتيزي وزو للنزول اكثر فاكثر، رفضا لاصلاحات الحكومه، قوانين الحكومه لاسترجاع ما تراه هي حقها المغتصب. امام هذا الظروف كلها السلطه ما تزال تلح على انه لابد من المضي نحو الانتخابات. كيف نلخص هذا كله في السيناريو المرتقب حسب رايك؟ نعم، يبدو أن أستاذ كمال ليس جاهزا معنا، فقط كنت أشير إلى ما نسمعه الأيام الأخيرة من تقلب، من غليان في الجبهة الاجتماعية، خصوصا الوضع الاجتماعي، غلاء الأسعار لمختلف المواد الأولية، رمضان اقترب أجله، ولذلك حتى الوزارة فيه لجنة الأيام الأخيرة للحديث عن رمضان، توفير المواد الغذائية وما إلى ذلك، رغم أن الأسعار مرتفعة جدا. الحديث عن الناشطين النقابيين والحقوقيين الرافضين لمناهج وقرارات السلطة، خاصة حول القوانين التي سميت القوانين العضوية وصدرت عن البرلمان الذي سيزول مع بعد ماي المقبل، كل هذا الحديث هو الذي يؤدي إلى انتشار إلى انتشار مزيد من الخوف والتشكيك في الشارع الجزائري. عاد لنا استاذ كمال. تفضل استاذ كمال. استاذ كمال. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام. كنت اسال عن السيناريو المرتقب الان بعد ان تحدثنا عن الوضع الصحي للرئيس، غليان الجبهه الاجتماعيه، الرفض المطلق من قبل النقابيين والناشطين الحقوقيين لمناهج السلطه واصلاحات السلطه هكذا تسميها هي، كل هذا، لكن رغم هذا كله السلطة تريد إجراء الانتخابات مهما كانت الأمور. نعم، في الحقيقة يعني الأمور يعني هناك علامة استفهام أو مفتوحة على المجهول، لأن الوضع الذي يعيش فيه الشعب الجزائري متردي جدا. رأيتم حتى يعني الجبهة الاجتماعية شفنا كيفاش يعني الصيادلة ويعني فئات أخرى من المجتمع التي تعاني والتي تظلم. اسمح لي بين قوسين، رأينا كيف أن وزير الداخلية أمر بفتح تحقيق لما صفع صيدلي هو من حقه، يعني هذه إهانة لمواطن جزائري، ولكنه لا يفتح تحقيق بالنسبة للشيخ علي بن حاج الذي لم يسقط وإنما كسرت قدمه، وهو يجعل الجزيرة من الجرس يعني في القدم بتاعه، وهذا في حقه كيد بمكيالين وتأسف يعني باستعمال الحق. إذا الوضع يعني في الحقيقة يعني هناك الإصرار من النظام لأنه يحتاج إلى مجلس شعبي وطني يمرر به يعني قوانينه ويستمر به إلى فترة أخرى، وهذا في الحقيقة يعني مهما كان يعني الثمن الذي يدفعه الشعب الجزائري، مهما كانت المعاناة الدهر، مهما كان الوضع الأمني الذي هو سواء في الداخل أو على الحدود، يعني ليس هناك عودة للتعقل، لأن المعارضة بما فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت دائما تدعو إلى ندوة وطنية تشارك فيها جميع القوى السياسية بما فيها السلطة، الكلام على مرحلة انتقالية، يعني نذهب إلى العمل الحقيقي والجهد الذي يفتح المجال للشعب الجزائري ويعطيه الكلمة وينطلق إلى مستقبله الظاهر كما هي في الدول التي انطلقت مثل تركيا أو مثل نعم. الدول الكثير في أوروبا أو دول عربية وإسلامية أخرى. نعم، وهو كذلك أستاذ كمال. شكرا جزيلا لك أستاذ كمال قمازي أحد قيادي جبهة سمين الإنقاذ،
وبالإضافة إلى الأستاذ سفيان جيلاني رئيس حزب الجديد، وموسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية. وأريد أن أذكر مشاهدينا الكرام بأنه صعب الاتصال بباقي ضيوفنا الكرام لإثراء النقاش معنا. الأستاذ محسن بالعباس رئيس التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية، منتصر أوبثرون الكاتب الصحفي، عبد العالي الرزاقي الأستاذ الجامعي مدني الناشط الحقوقي والإعلامي أيضا، دون من أنسى أيضا محمد رزقي فراد هو أيضا ناشط سياسي والمؤرخ. كل هؤلاء كانوا مدعوين للمشاركة في إثراء النقاش معنا، لكن للأسف خاب الاتصال، خيبنا الاتصال، لم نستطع إشراكهم. عسى أن نشركهم إن شاء الله في حصص مقبلة. شكرا جزيلا لكم.